السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع على الانترنت مجاني بيحول الكلام اللي انت بتقوله على الميكروفون، بيحوله لحاجة مكتوبة تقدر تنسخها، تقدر تقول لها كوبي وتنسخها على اي برنامج. طبعا في حاجات بتبقى فيها غلطات بتحتاج ان انت تراجعها وتصلحها. زي ما انت شايف هو حاليا بيحول كل الكلام اللي انا بقوله لكتابة، وتقدر تختار من هنا لغات كتيرة جدا، منها العربية او الانجليزية، وتقدر تختار العربية المصرية، وده هيكون ادق لو انت بتتكلم عربي مصري او عربي مثلا اردني. انا الصراحة شايف ان هو ادق بكتير من برامج اخرى جربتها، بس اكيد اكيد بتحتاج ان انت تعمل مراجعة على الكلام.